انضم إلينا الآن الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي من باريس عبر سكايب. مرحبا بكم دكتور مجيد. التجويع المستمر والقصف خاصة في مناطق الشمال مع دخول فصل الشتاء وقلة دخول المساعدات، أنتم كأستاذ في القانون الدولي كيف تراقبون ما يقوم به الاحتلال حتى الآن في قطاع غزة؟ القانون الدولي واضح في هذه الأوضاع. القانون الدولي يحمل مسؤولية كاملة لأي دولة تحتل دولة أخرى وتحتل شعب آخر وتتحكم في مصيره، وتحمله مسؤولية عدم التجويع، تحمله مسؤولية عدم تعرض للإمدادات وللإغاثة وللأكل وللوقود والذهاب إلى المستشفى والاتصال. وبالتالي ما تقوم إسرائيل هو مخالف للقانون الدولي، هو خرق للقانون الدولي. هناك مسؤولية لدولة إسرائيل وهناك مسؤولية أمام القانون الدولي. محكمة العدل الدولية أكدت ذلك في قراراتها الأخيرة. وبالتالي الآن على المجتمع الدولي أن ينهض ويقوم بالمطالبة أكثر فأكثر والضغط على إسرائيل لكي تفك هذا الحصار وتمكن الشعب الفلسطيني في غزة من الأشياء البسيطة للحياة العادية. وهذه العمليات التي تقوم بإسرائيل الآن هي توصف بجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية. المجاعة الآن هي موجودة في غزة، نعم، وتتوسع بقعتها، وهذا الكم الهائل من الناس الذين هم تحت القصف والاجتياح والنيران والتجويع، هذه عملية هي جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية. إذن دكتور مجيد، هو من واجب الاحتلال السماح بتزويد القطاع بالمساعدات كونها هي القوة القائمة بهذا الاحتلال وبهذا العدوان على قطاع غزة؟ طبعا هي دولة الاحتلال وقوات الاحتلال هي السلطة الفعلية في غزة الآن، وبوصفها السلطة الفعلية لها مسؤوليات يحملها القانون الدولي على كل سلطة فعلية. والسلطة الفعلية عليها واجب أولا التزويد بالإمدادات، التزويد بالأكل وبالشرب وبالأدوية، وكذلك لها واجب عدم منع وصول الإمدادات. ونرى الآن أن هناك منع متواصل ومسترسل، وهذا في القانون الدولي يعبر عليه بالفعل مخالف القانون والفعل المسترسل والمتواصل. وهذا يحمل إسرائيل مسؤولية كبيرة، مسؤولية دولة إسرائيل في أن تكف عن استمرار هذا الوضع، بأن ترفع يدها عن منع كل قوافل الإمدادات التي تنتظر وتسهيل عملها. وكذلك هناك مسؤولية للقادة الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية من جهة أخرى، وإسرائيل كدولة أمام محكمة العدل الدولية من جهة أولى. نعم دكتور مجيد، حجة الاحتلال دائما كانت جاهزة أن دخول المساعدات سيذهب إلى حماس، هل هذا مبرر لحرمان المدنيين من مقومات الحياة؟ هذا غير مبرر، لأن الاشتباكات بين إسرائيل وحماس هي اشتباكات عسكرية. نعم. وهي لها فرازات أخرى، ولكن المدنيين ليسوا مسؤولين عن ما يحدث. المدنيين من شيوخ وأطفال ونساء وناس عزل بدون سلاح، هم ليسوا طرف في الاشتباكات وفي العمليات العسكرية، وبالتالي هم بتعريف القانون الدولي هم مدنيين، والمدني له الحق في أن يكون محمي من كل الجهات التي هي في صراع. والآن هي يجب أن تكون محمية، كل هذه الأطراف المدنية يجب أن تكون محمية من قبل إسرائيل.
وبما أن إسرائيل لا تقوم بهذه الحماية فإن لها مسؤولية. الآن كيف تترجم هذه المسؤولية بشكل عملي؟ يجب نعم الرجوع أمام محكمة العدل الدولية لمطالبة إسرائيل بطلب محكمة العدل الدولية أو بأن تصدر أمرا آخر لكي نتفادى، والشعب الفلسطيني في غزة وفي والعالم يتفادى مجاعة أخرى، لأن المجاعة التي هي مرتقبة الآن والتي صارت خطر محدق ويهدد الفلسطينيين في غزة، هناك آليات لدى محكمة العدل الدولية بأن تصدر قرار لأن توقفها، ويجب أخذ ذلك القرار والذهاب به كما هو لمجلس الأمن ووضعه على طاولة مجلس الأمن وطلب مجلس الأمن بأن ينفذ ذلك القرار فقط. الخطأ الذي يحدث دائما هو أن نذهب لمجلس الأمن ونطلب، والعالم يطلب والجهات تطلب لوائح جديدة من مجلس الأمن، نعم واللوائح هي قرارات سياسية، لكن قرارات محكمة العدل الدولية ليست قرارات سياسية، وبالتالي وضعها أمام مجلس الأمن بدون أن يقع المساس بها وبدون أن تقع أي إضافة لها، لأن الإضافة هي غير مجدية نعم وهي عديمة، وبالتالي يجب الذهاب بتلك القرارات بنصها الحرفي بدون إضافة أي كلمة، وطلب مجلس الأمن بأن ينفذها. وإلى الآن في تاريخ مجلس الأمن لم يقم مجلس الأمن برفض تنفيذ أي قرار من محكمة العدل الدولية، نعم وبالتالي هناك مسؤولية كبرى بأن تقوم الأطراف بتقديم هذه القرارات لمحكمة العدل الدولية أمام مجلس الأمن ووضعه أمام مسؤولياته التاريخية والقانونية. طيب دكتور، العالم فشل في وقف الحرب على والعدوان على قطاع غزة بعد أكثر من عام، هل يعجز العالم أيضا على الضغط على إسرائيل لإدخال على الأقل المساعدات إلى قطاع غزة التي لا تصل إلى الشمال؟ هناك يعني مراحل خطرة من الجوع الآن في مناطق شمال القطاع. صحيح، لكن العالم سوف لن يعجز، هناك تقاعس، هناك عدم تطبيق للقانون الدولي، هناك عدم تطبيق لقرارات محكمة العدل الدولية، ولكن لا يجب أن يقع الانثناء الرجوع عن هذه القرارات، يجب المثابرة في ذلك نعم وتقديم طلبات أخرى وطلبات أخرى، ولو وجب أن تقدم طلبات الطلب وراء الطلب، وأن يقع الإلحاح لأن يطبق القانون الدولي، لأن العالم لا يمكن أن يستثني الفلسطينيين من تطبيق القانون الدولي، أو بالأحرى لا يمكن أن لا يطبق القانون الدولي على الفلسطينيين في غزة، وإن وقع ذلك وهو الآن نراه موجودا، ولكن هناك إمكانية لأن يتحرك المجتمع الدولي ليصحح هذا الوضع المأساوي والإجرامي، وبالتالي يجب المثابرة في ذلك، إن لم يقع ذلك فإن هناك مسؤولية على كل الأطراف التي لها إمكانية بأن تقوم بذلك ولم تقم بذلك، لأن عدم القيام بالواجب القانوني نعم هو إخلال في القانون الدولي، وفيه مسؤولية على تلك الدول التي لم تقم بواجبها مساعدة الشعب الفلسطيني لكي لا يموت جوعا ولا يموت من البرد ولا يموت تحت الرصاص. دكتور، من يمكن أن يلزم الاحتلال بتطبيق قرارات محكمة العدل؟ من الذي يمكن أن يضغط على الاحتلال ويلزمه بتطبيق هذه القرارات؟ هو مجلس الأمن، نعم ومجلس الأمن له أعضاء دائمين وله أعضاء غير دائمين، والأعضاء الدائمين لهم مسؤولية خاصة في ذلك ومسؤولية ثابتة، وكذلك كل الدول التي لها إمكانية. نعم نرى أن فرنسا أخيرا طالبت بعدم إرسال أسلحة جديدة لإسرائيل، وهي خطوة مهمة. نرى أن دول أخرى مثل إسبانيا ومثل هولندا ومثل إيرلندا وغيرها من الدول الأوروبية تقوم بمساعي جديدة لوقف إطلاق النار من ناحية، وكذلك لتقديم المساعدات، ولكن هذه القرارات وإن
بعد صدورها، وإن لم تنفذ يجب الرجوع لتنفيذها مرة أخرى، ولو وجب الرجوع أمام محكمة العدل الدولية لتنفيذها كل يوم بطلب جديد. أشكرك جزيلا الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، حدثتنا من باريس عبر سكايب. شكرا جزيلا لك سيدي.